عاجل الحقيقة ورد إلينا. حضراتكم عارفين إنه الأحوال الجوية الحقيقة السيئة يعني ضربت عدد كبير من مدن العالم، وهي بادية من فترة في الكثير من دول الغرب، بس يمكن في المنطقة العربية ظهرت قوي الأيام الأخيرة الماضية. الحقيقة إنه وصلنا الخبر التالي إنه مصر تعرب عن تعزيها لحكومة وشعب الأردن الشقيق في ضحايا سيول منطقة البحر الميت. كان في كلام الحقيقة منذ قليل من ناس كتيرة إنه منطقة البحر الميت شهدت سيول مرعبة الحقيقة في الساعات القليلة الماضية. جمهورية مصر العربية أعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 25 أكتوبر دي مشاهد من هذه السيول، دي منطقة البحر الميت ودي مشاهد. لا السيول حركوا، شايفين السيول من فوق نازلة على تحت، المنظر الحقيقة قاسي وصعب جدا. جمهورية مصر العربية أعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 25 أكتوبر عن خالص التعازي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا السيول التي ضربت منطقة البحر الميت، ما أسفر عن وفاة 18 مواطن بينهم أطفال وإصابة عدد آخر فضلا عن عدد من المفقودين. قدمت مصر خالص التعازي لأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لمصابين ومؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الأردن الشقيق في تلك المحنة. وأكد البيان على مواصلة مصر متابعة الموقف واستمرار الاتصالات مع الأشقاء في الأردن، كما أعرب البيان عن ثقة مصر في تجاوز الأردن لتلك الأزمة. رحم الله كل الضحايا، كل ضحايا السيول الحية حول العالم، لأنه اعتقد دي من التغيرات المناخيه برضو اللي احنا بنتكلم عنها بقالنا فتره، الاحتباس الحراري وانه السيول بقت مرعبه اكتر ما كانت، والامطار بقت اغزر، والتصحر على الجانب الاخر بقى التصحر والعطش وندره الموارد المائيه بقى اكتر في العالم. فيعني احنا عندنا اكستريمز الحقيقه دلوقتي موجوده نتيجه بقى ممارسات كثيره ضد البيئه شهدناها على العشرات مدار عشرات السنوات الماضيه. دي لقطات من صعبة طبعا جدا، ربنا معاهم يا رب ويرحم كل الضحايا ويصبر أهليهم وذويهم. المفقودين طبعا في عدد من المفقودين لم يحدد حتى الآن، نتمنى يا رب ليهم السلامة ونتمنى يعني نجاتهم إن شاء الله، ما يكونش عدد الضحايا اللي توفوا نتيجة السيول زاد عن كده. خبر طبعا صعب جدا. خلينا نرجع للشأن المحلي.